استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يانغو بيتش، وجرت مناقشة الوضع السياسي والأمني وعمليات الاستقرار والإعمار وبرامج الأمم المتحدة المستقبلية في البلاد. من جهته أكد كوبيتش خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة للعراق وحكومتها برئاسة عادل عبد المهدي والعمل المتواصل مع المجتمع الدولي للمساعدة في إعماره، فيما شدد عبد المهدي على أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق خلال المرحلة المقبلة بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب والانتقال إلى مرحلة إعمار البلد والاستثمار وتوفير الخدمات وفرص العمل.